مع تفشي وباء كورونا الجديد بشكل متسارع حول العالم، تظهر معضلة جديدة أمام جهود احتواء الفيروس. الحاملين الصامتين للفيروس، وهم الأشخاص الذين يحملون الفيروس ولم تظهر عليهم الأعراض بعد. مدير المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها يحذر من أن 25% من المصابين بفيروس كورونا لا تظهر عليهم أي أعراض، ويمارسون حياتهم اليومية بشكل طبيعي دون أن يعرفوا أنهم يعرضون حياة القريبين منهم إلى الخطر. أغلب البحوث أثبتت بأن أعراض الإصابة عند الشخص قد تتأخر عن الظهور لمدة تصل إلى أسبوعين، ودراسات أخرى أشارت إلى أن حالة الصمت قد تصل إلى 3 أسابيع. في هذه المرحلة يستطيع الفرد المصاب أن ينقل العدوى إلى كافة الأفراد الموجودين في محيطه، ويساهم في الانتشار السريع للفيروس دون أن يشعر به أحد، وهي الحالة الخطيرة التي أضرت بالعديد من الدول، خاصة التي تسجل إصابات كثيرة وتعقد جهود العالم في التنبؤ بمسار الوباء ووضع استراتيجيات للحد من انتشاره. هذه الحالات دفعت أغلبية دول العالم إلى حد جميع المواطنين وليس فقط من لديهم أعراض على ارتداء أقنعة واقية، بل أصبحت إجبارية ويعرض كل مخالف للعقوبات، وذلك للحد من انتشار الفيروس. في حال كانوا مصابين ولم يظهروا أي أعراض، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية مثل التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريمال تيفي.